بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. الفرصه التي دبرتها نعمه الله لكل واحد فينا في هذا الصوم الذي اتينا الى نهايته في هذا اليوم، وستظل النعمة تضع أمام كل واحد فينا فرص للخلاص للحياة. سمعنا في الإنجيل دلوقتي ما قال الرب لأورشليم، إنه مرات كثيرة أراد أن يجمعهم تحت جناحيه ولم يريده. طبعاً خسارة كبيرة لا تعوض إن الإنسان يفوت الفرص اللي النعمة تحطها قدامه قد لا تتكرر. صوم ورا صوم، أيام مقدسة، والمسيح لكل واحد فينا فاتح حضنه وذراعيه ويقول أنا أريد، أنا عاوز خلاصك. كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه. طبعا أنت عارف الجناحين دي بالنسبة للمسيح هي الصليب، لما فرد إيديه بقى الصليب، ولكنهم رفضوا الصليب، رفضوا يشيلوا الصليب. ولما رفضوا وراحت الفرص منهم صار الخراب والدمار والموت. عشان كده بقول دي فرصة، كل ما اسمع الإنجيل ده، كل ما تيجي مناسبة زي نهاية الصوم أقول لنفسي إيه، دي فرصة قد لا تتكرر، فرصة ممكن ما تتكررش، فأقدم نفسي وهو يقول لي أنا عاوز أجيبك تحت جناحي، عاوز أجيبك في حضني، كفاية البعد. فمن مصلحة كل واحد فينا يستجيب لنعمة المسيح ويقول له رب خلاص أنت عاوز تحطني في حضنك وأنا ماليش حتة تانية غيرك، فرصة قد لا تتكرر. فلننتهز الفرصة اللي النعمة بتحطها قدامنا كل واحد في حياته الخاصة، نتوب، نرجع لربنا، نقدم لربنا إخلاص ونية حسنة، ونتقدم للتناول من الجسد الطاهر لكي نحظى بالحياة الأبدية. لربنا المجد دائما أبدا. جيبني.